حفظ الله يعني الصلح بين عمان وشبل والقضية انتهت إن شاء الله وأعظم الجماعة وقتل أهل الدم أعظم والشيخ عبد الجبار مشكور موجود ومكرم الله يحفظه ويحفظه وإحنا نطالب كل الناس عندها مشاكل انها تحل مشاكلها وكان خلص ورقة الحمد لله من اول بيت واحد عشيرة واحدة وما بينات اي ما يقولون صار عديد اللي هي تاريخ المطالب اهل الرجل بليت كل الخنافة انها الحل وان شاء الله يصير اخوة محمود وفاد وان شاء الله يتكرر بالصلح والله جزاكم خير وحياكم عن ديار عمان من الشبل وما قصروا من الشبل يا الله.